سي سعيد بيك ستور الدار البيضاء لامي باش جديد ديال الجيلي فهاد الاجواء هذه اللي كنشوفوا دابا الشعله برا ولكن كنحسوا بالصال شنو خاصنا خاصنا الجيلي بحال ما كتلقوا هاد الجيلي هذا تقدر تلبسو كلاس سيمي كلاسيك وتلبسو حتى سبور على سبور حيت عنده الكابوش كنظن ان هذا هو الجيلي محبوب الجميع اللي كان دابا واحد الضجه في مدينه الدار البيضاء مدينه فاس مدينه المحمديه لا ريفاج جديد ولكن دابا كاين اربعه ديال لي تيب وعندنا جوج ديال لي موديل كاين لي موديل اللي فيهم دودو كاين لي موديل ديال الدان اللي دخلوا جداد وعندنا مفاجاه اصحاب الوزن الثقيل يعني الحجم الكبير الناس شبعانه اللي واكله رزقها حتى 8 اكس لارج حتى 8 اكس لارج الله يبارك وهذا غير طوه يعني من مور الدوبل كاينه طروه شو طروه تبارك الله قداش بالنسبه لي كولور هذا الموديل هذا رجع بعدا اللي عنده السلسله هنا جهه القلب الله يجعلهم في يدينا ما يكونوا في قلبنا الثمن ديال الكرون طاي مكاينش فرق كبير بينه وبين البتي طاي حيت كاينه البتي طاي بادي من السمول الى حتى الدوبل اكس لارج وكاينه فيه عاوتاني الكرون طاي دو موديل اللي عاودوا دخلوا كاينه الكارغو هذا الكارغو هذا عاوتاني كان دار هي الاذواق لا تناقش الكارغو دار حاله كاين اللي كان كيجي كيسول على اللي عنده السنيسله هنا كل واحد والذوق ديالو ولكن لي موديل اللي بغيت نقول لكم جوجهم برانيين سلعه برانيه اصليه 100% والجديد بطبيعه الحال دائما قطع لي الميكا وجبد لي اجود ما كاين بالنسبه للخيوط تعرفوا باللي العلامه ديال الجوده بالنسبه للكابيش كابيش كيتحيد له ما نطولوش عليكم نخرجوا نشوفوا لوكاليزاسيون كاملين ونجيو باش نشاركوا معكم الثمن كما العاده جوده العاليه والاثمنه الجد منخفضه ده بالنسبه ديكستور افضل البيضاء اللي كنتواجدوا اون بلان ديال الولفه افضل البيضاء الولفه هذه هي مونبون ديال الشهديه قبل الفلاح شوكه وتسابقت فيها الدبيه الشهديه لا بصريحه من رجعنا بطبيعه الحال ديكستور اللي جاهزه رقم واحد اللي تكثر الاسعار في المغرب الحمد لله الذي سقانا الغيث ولم يجعلنا من القانطين مبروك عواشركم رمضان تفصلونا ايام اليوم وغدا يعني واحد الجسر اللي باقي فيه واحد جوج ديال الخطوات على يوم المبارك على الشهر الفضيل ان شاء الله شهر الكرم شهر السخاء حنا بدورنا كنحاولوا ان نوفر لكم اجود انواع المنتوجات اقل ثمن في المغرب ونعيدوا مجموعين لمسه كامله نهار العيد تكون رخيصه ونقدموا 20 حتى 30 ديال الناس في سبيل الله يلبسوا ولكن هذا بلان تيكتوك انا حيدته من البلاستيك ديالو باش نلبسو خليته بالكابيش ديالو كما كتشوف اما هو قدر نحيدو الكابيش غيبان اكثر اناقه مع السومي كلاسيك وبغيت نلبسو حتى مع الجوغينغ نلبسو مع الجوغينغ هذا الموديل هذا اللي كان الاكثر طلبا فهاو اليمونتينا بيليفون دو ديالنا في سباق الدار البيضاء المحمديه ومدينه فاس بالنسبه للجيلي دودون جيلي دودون الانيق جدا هذا في السبور متوفر سبعه ديال لي كولور ابار لي كولور دو باز اللي هما الكري والنوار والبلو مارين بالنسبه لهذا الموديل هذا اللي لابس انا كنخبر الزبائن ديالنا الكرام اللي جاو سولوا عليه ولقاوه طايح بالتوب كنقول لكم من جديد في المكازان ديالكم بيك ستور الدار البيضاء وفاس والمحمديه بطبيعه الحال وكاين لا كولور الثانيه الله يبارك هذا الغوج بريك عاوتاني مهبس بالبلو مارين باش واخا تلبس معاه شي بونطالون جين يكون في الزرق فونسي ولا زرق ديلافي يطلع زوين كي تلبسها مع لاطوال وكاين ستيل ديالو اسونس 100% يعني كسيري والثمن جد جد منخفض اللي هو يبقى محافظ على العرض ديالو رغم ان هاد البضاعه طالعه في لاكام وطلعت حتى في السوق حنا نحاولوا ان نحافظوا على الثمن مصداقيه 129 درهم يعني 129 درهم تلبس احسن جيلي من سمول حتى الدوبل اكس لارج ولكن واحد الملحوظه بالنسبه للكرون طاي الحجم الكبير نحاولوا 129 درهم ندير لكم حتى هذا انصاصي اللي فيه دو كولور حتى هو براني بطبيعه الحال حتى هذا الموديل هذا وحتى هذا الموديل هذا 129 درهم ولكن الكرون طاي من الطروه حتى ل 8 اكس لارج غيدير 149 درهم كنا باغيين نوصلوه ل 200 250 لان البضاعه غاليه في الثمن ديالها ولكن ما نقدروش اننا نزيدوا على الكليان ديالنا اللي كليهم في ديالنا ولفونا
رقم واحد لتكسير الاسعار في المغرب، دائما غنبقاو رقم واحد لتكسير الاسعار في المغرب. مبروك عواشركم كاملين، رمضان كريم على جميع الامه الاسلاميه وعلى جميع عشاق بيك سبور. جيلي كاينه في الشهديه، دير متابعه الصفحه باش يوصلك دائما الجديد، وهاجيلي وغادي في حفظ الله.